الهندسة بما ان الحد الادنى في الكليات الحكومية انهار بشكل كبير بهذا الشكل، واقل كلية في المرحلة الاولى كانت 80%، وهينزل بعد كده في المرحلة الثانية لان لسه الكليات ما قفلتش بالنسبة للهندسة، معناها ان اللي جايب 75% السنة دي من الممكن ان يتقدم لاي كلية هندسة في الجامعات الخاصة. اضف الى ذلك ان الجامعات الاهلية هتبقى اقل من الحد الادنى للجامعات الخاصة بالنسبة للهندسة او بقية الكليات، فاجي ابدأ بالهندسة على سبيل المثال، اذا بكرة تقرر ان يكون الحد الادنى للتقدم لها في الجامعات الخاصة ل75، يبقى ممكن الجامعات الأهلية ل73%. أضف إلى ذلك أن هيبقى لسه عندي 54 معهد عالي هندسي بيعطي بكالوريوس الهندسة زي كليات الهندسة اللي موجودة في الجامعات الخاصة أو الحكومية. فبما أن الجامعات الخاصة هينزل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة لحوالي 75%، معناها أن في المعاهد أيضاً قد يهبط الحد الأدنى لأقل من 73%. هنا بيدينا مؤشر لإيه؟ إن المجاميع العالية أو المتوسطة أو المتدنية مش هي المعيار للقبول في الجامعات. يعني بمعنى السنة اللي فاتت اللي كان جايب 98.5% ما كانش يخش كلية الطب. طب ما هو السنة دي اللي جايب 91% دخل الطب البشري. فهي المهم الشريحة اللي حاصلة على مجاميع معينة وتتناسب مع العدد اللي أنا هاخده في الكليات دي ولا لا. وبشكل مبسط لو أنا هفترض إن كان أعلى مجموع السنة دي واللي طالع الأول على الثانوية العامة في قسم علم علوم جايب 85%، مش هي دي المشكلة إن المجموع نزل ل 85%، إن الأول جايب 85، لأن معناها كل اللي كان حاصل على 80 لحد 85 هيخش كليات الطب والبشري وكليات المجموعة الطبية الأخرى. المهم إن احنا نستفيد من تجربة السنة دي في شكل الامتحانات، إنها نعم بتقيس قدرة الطالب على الفهم والاستنباط والاستيعاب، وأتمنى أن هذا التوجه يستمر لما بعد ذلك بالنسبة للجامعات. لأن الطالب اللي جايب السنة دي 91% في علم علوم طالب الطب البشري، ما هو يساوي الطالب بتاع السنة اللي فاتت اللي جايب 98.53%، مستواه بالعقل والذهني بالعكس أفضل من اللي كان السنة اللي فاتت جايب 98.53%. فمش معنى ان الطالب اللي جايب 91 السنة دي اذا دخل طب هيكون اقل مستوى من زميله السابق في السنة اللي فاتت، بالعكس ده هيبقى افضل مستوى لانه دخل تجربة امتحانات تقيس القدرة على الفهم والاستيعاب والاستنباط.